وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة التمويل العالمي حملت العديد من الرسائل، أهم هذه الرسائل ضرورة دعم حقوق الدول النامية لتحقيق التنمية. كيف رأيت رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هو في البداية طبعا مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على السادة المشاهدين. هو بالفعل كلمة الرئيس اليوم كلمة مهمة جدا، ووضع فيها الدول الكبرى أمام مسؤولياتها. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث منذ عام 2015 في حضوره قمة المناخ في باريس، واللي تم إقرار فيها 100 مليار دولار للدول الأكثر فقرا والأكثر تضررا من جراء التغيرات المناخية. لكن للأسف شديد حتى وقتنا هذا لم يتم تحرك الدول الكبرى، وأكد أن الريادة مسؤولية والقيادة مسؤولية. الدول الكبرى تقدم كما هي يعني بينبعث من أراضيها الأبخرة الكربونية اللي بتؤثر بشكل كبير على العالم وبتؤثر بشكل كبير على الدول الأكثر تضررا والأكثر فقرا، فيجب أن تكون أمام مسؤولياتها بشكل كبير، وأن هي تقدم الدعم للدول المتضررة مثل الدول الأفريقية. بالطبع احنا في الوقت الحالي في هناك العديد من الأزمات أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى أكد بنفسه المسافر إلى وقت رئاسته للاتحاد الأفريقي، سافر إلى أكثر من دولة أوروبية ودول آسيوية كبرى زي الصين والهند وفرنسا وروسيا والعديد من الدول من أجل طرح الرؤية الأفريقية والتأثير الانبعاثات والتغيرات المناخية على الدول الأفريقية، ويجب أن يكون هناك دعم من هذه الدول. وأكد الرئيس أيضا أن يعني مش لازم أن هذا الدعم يكون دعم مادي، ولكن من خلال الشركات الكبرى في هذه الدول طبعا إن هي تقدم خدماتها وتقدم مشروعات تنموية تحافظ على البيئة وتحافظ على حالة التغير المناخي داخل الدول الأفريقية. وطبعا أكد الرئيس النهاردة رسالة مهمة جدا، إن بسبب الانبعاثات الحرارية وبسبب تغير المناخ وحالات التصحر اللي بدأت في القارة الأفريقية وقلة المناطق الخضراء، طبعا أبناء هذه الشعوب ملقوش فيها طموحاتهم أو ما يلبي طموحاتهم، فاتجهوا إلى الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية. وفي خلال يعني حوالي 10 سنوات 27,000 شخص توفوا في مياه المتوسط جراء الهجرة الغير شرعية. كل ده بسبب عدم طبعا وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية أو الدول الأكثر احتياجا والأكثر تضررا بسبب عمليات التغير المناخي. وأكد الرئيس مرة أخرى أن مصر بها أو على أراضيها 9 مليون ضيف. 9 مليون ضيف دول من الدول المتضررة أو الدول اللي بها أزمات في المنطقة العربية وأيضا في القارة الأفريقية، ومصر تتعامل معهم كما تتعامل مع أبنائها من الشعب المصري وتقدم لهم كل الخدمات وتقدم لهم كل الدعم دون أن تتاجر بهم أصلا. يعني 9 مليون أجنبي يعيشون على أرض مصر، هم ضيوف مصر، تقدم لهم كافة الخدمات وكافة الإمكانيات المصرية المتاحة لتقديمها إليهم. إذن الرئيس وضع الجميع أمام مسؤولياته اليوم. الرئيس يؤكد مرة أخرى على أن الدول الكبرى عليها التزامات، يجب أن تفي بهذه الالتزامات من أجل الشعوب، من أجل نهضة الشعوب. يا أستاذ جميل، يعني سيادة الرئيس كما ذكرت أكد أن هناك مسؤولية للدول المتقدمة حيال الدول النامية، لكن وسائل تحقيق هذه المسؤولية وإذا ما كانت هناك إجراءات لابد من اتخاذها الآن، يعني ما هي آلية هذه الإجراءات؟ هي الإجراءات في طبعا في قمة المناخ الأخيرة تم إنشاء صندوق وفي من أجل أن الدول الكبرى تبدأ في أنها توفي التزاماتها وأن هي تقدم الدعم للدول الأكثر تضررا جراء التغير المناخي والتغيرات المناخية اللي بتحدث في المنطقة. فبالطبع يجب أيضا على الدول الكبرى أنها توفي بالتزاماتها وأنها تبدأ العمل بشكل سريع جدا من أجل
دعم هذا الصندوق، وممكن على الجانب الاخر زي ما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ان هو ممكن هذه الدول الكبرى انها تقدم من خلال شركاتها الدعم للدول الفقيره او دول القاره الافريقيه، لان بالطبع القاره الافريقيه هي الاكثر تضررا في الوقت الحالي، انها تقوم بانشاء مشروعات للتنميه، مشروعات صديقه للبيئه، مشروعات تقدر ان هي تواجه بها الازمات جراء حالات التغير المناخي اللي بيشهدها العالم في الوقت الحالي. اذا في العديد من الاجراءات يجب ان تتم، ولكن في البدايه يجب ان يكون هناك الاراده القويه من هذه الدول ان هي تنفذ تقوم بالتزاماتها. وايضا على الجانب الاخر الدول الافريقيه والدول الاكثر تضررا ان هي ايضا يكون عندها المبادرات او المشروعات اللي هي تقدر تقدمها. صحيح صحيح. بمناسبه هذه المبادرات اخيرا استاذ جميل، يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لفت الى نقطه هامه جدا، وهي نقطه الهجره غير الشرعيه والتي تجري من افريقيا الى اوروبا. على الدول الاوروبيه ان تدرك ان التنميه في افريقيا لها ابعاد كثيره، ليست فقط في صالح القاره الافريقيه، لكنها ايضا قد عكس بالسلب على أوروبا. هو بالطبع التنمية داخل أفريقيا هيقل بشكل كبير حالات الهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية دي نتيجة إن ما فيش مشروعات، ما فيش فرص عمل. صحيح. ما فيش تنمية شاملة داخل هذه الدول. لهذا السبب إن الفرد أو المواطن لا يجد طموحاته في الدولة اللي هو عايش فيها، لا يجد الإمكانات والقدرات إن هو يقدر يعيش حياة كريمة. لهذا السبب هو بيتجه بشكل كبير إلى الهجرة الغير شرعية، وهو ده اللي بيؤدي إلى حالات التضرر اللي بيتضرر منها بالطبع الشمال المتوسط والدول الأوروبية من الهجرة الغير شرعية. وأيضا بيعرض حياة الآلاف من المهاجرين إلى الوفاة، بيعرض حياتهم إلى الخطر جراء إن هم بيركبوا المراكب الغير آمنة اللي هو وإحنا شايفين لسه من قريب حتى على شواطئ اليونان، ومن قبلها زي ما قال سيادة الرئيس 27,000 شخص توفوا جراء عمليات الهجرة الغير شرعية والمراكب الغير آمنة اللي بيركبوا فيها. إذن لو وجود مع وجود التنمية الشاملة داخل صحيح. هذه الدول مع وجود وهذا ما تؤكد عليه القيادة المصرية دائما. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.